حياكم الله معنا اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا فيكم وحلقه جديده من برنامجكم اهل نفسك الاصابات الرياضيه لطالما كانت يمكن في السابق كانت اكثر لكن لطالما كانت كابوس يؤرق كل العاملين في مجال الرياضه هذا اذا كانت الاصابات متعلقه بالرياضيين كانت كابوس لان كان العلاج التشخيص بدايه العلاج التاهيل كان ياخذ اوقات اكثر مما يستطيع أي فريق أو أي منتخب أن يتحمله لكلفته العالية يعني أنا أعطيكم مثال لما تكون الإصابة حق لاعب وهذا اللاعب راح يحرم من الممارسة أو من الوجود على أرضية الملعب لفترة تمتد من ستة إلى تسعة أو حتى إلى عشرة أشهر هذه الفترة أنا دافع تكاليف حق مدرب حق إداري تجهيزات صالة ملاعب إلى آخره كل هذه التكاليف راح ينتقص منها قيمة وجود اللاعب نفسه. هذا الأمر إذا تكرر أو إذا تكاثر وصار عندي أكثر من لاعب مصاب معناته إني أنا في آخر الأمر خسران. فالإصابات الرياضية مثل ما قلت لكم كانت وما زالت كابوس وإن كان خفت حدة الكابوس. من أكثر الإصابات الرياضية اللي احنا نراها في الملاعب الكويتية على وجه الخصوص وفي ملاعب العالم على وجه العموم هي اصابه الرباط الصليبي الامامي سمي الرباط الصليبي الامامي بلفظه الصليبي لانه يتصالب مع الرباط الخلفي فهناك رباط امامي وهناك رباط خلفي يتصالبون ياخذون شكل الصليب وهم موجودين في الركبه وظيفه الرباط الصليبي الامامي او حتى الخلفي هو المحافظه على استقرار الركبه ومساعده الركبه على تاديه وظيفتها وواجبها في هذه الحالة فإن أي إصابة راح تمنع الركبة من ممارسة وظيفتها وبالتالي تمنع اللاعب أن يصاب أو أن يمارس رياضته بالشكل اللائق وبالشكل السليم. طبعاً هذه الإصابة ليست فقط مرتبطة بالرياضيين هي مرتبطة أيضاً بغير الرياضيين ونحن نرى في أروقة العيادات وفي أروقة الصالات مجموعة من غير الرياضيين كذلك ولذلك هذا الكلام موجه للجميع وهذه سياستنا في البرنامج أن هذا البرنامج تثقيفي يعالج بعض الأمور بطريقة قد لا تكون متكاملة لأنه ليس برنامج أكاديمي نعالج هذا الأمر من خلال التعرض إلى أهل الاختصاص ومحاولة استجلاب المعلومة منهم نحن راح نقابل الدكتور محمد جواد جمشير اختصاصي جراحة الركبة في مركز شيخان الفارسي للروماتيزم والطب الرياضي أحد أبناء الكويت اللي أنا حقيقة أتشرف بإني أنا أتعامل معهم وأتقابل معهم وأتشرف بإني أنا أعرض ما يقولونه أمامكم على الشاشة دكتور محمد جواد جمشير اختصاص جراحة الركبة في مركز شيخان الفارسي للروماتيزم والطب الرياضي خلينا نشوف شو يقول عن الرباط الصليبي الأمامي طبعا الاسيال اللي هو اصابه القطع برباط الصليبي الامامي اصابه منتشره بين اللاعبين احصائيا هي اكثر بالحريم ولكن هني واقعيا فعليا عندنا اكثر الاصابه بين الرجال بسبب ان مشاركتهم بالالعاب الرياضيه طبعا طريقه الاصابه تكون نون كونتاكت انجري عاده اللاعب بروحه ريله تثبت بالارض والطق بدون اي تدخل وممكن طبعا ان واحد يدش عليه ويعوره بالركبه حزتها المريض اللاعب راح يسمع صوت صوت مسموع صوت طقه تنتفخ رجله بسرعه ويحس بعوار شديد ما يقدر يمشي يروح ينقلونه طبعا المستشفى نسوي الاسعافات الاوليه والاشعه نطمن انه ما عنده كسور او اي مشكله ثانيه بعدها المريض يحول حق عياده الركب واصابات الملاعب شيخان الفارسي نفحصه احسن شيء الفحص يكون بعد تقريبا اسبوع الى اسبوعين عشان الانتفاخ يخف والالم يخف لان مبدئيا ما راح نقدر نفحصها اذا في انتفاخ وعوار ما راح نقدر نفحصها عدل فعاده لما يحول عيادات الركبه يكون طاف عليه هالوقت نشوف المريض ونفحصه عدل نسوي له اشعه عاديه نتاكد ما في اي اصابه ثانيه وفي علامات الدل حق شغلات معينه ومع الفحص اذا عاده هو الفحص يكون كافي ان نشخص الحاله ولكن كتاكيدا ممكن نطلب له اشعه الرنين المغناطيسي أشعة الرنين المغناطيسي راح تبين الإصابة حق الرباط الصليبي وباقي الأربطة الركبة وإذا في أي إصابة مصاحبة حق الغضروف لأن عادة إصابات الرباط الصليبي الأمامي 50% ممكن يصير إصابة حق الغضروف الهلالي بعد ما شخصة طبعا راح نعطي الأدوية اللازمة المسكنات مبدئيا إذا احتاج ولكن عادة ما نحتاج بعدها راح نبلش العلاج الطبيعي العلاج الطبيعي وايد مهم البداية حق الحركه لازم نسعيد الحركه، نسعيد قوه العضلات وبعدها نقوي العضله عشان الركبه تثبت زياده. أه طبعا في فئتين من العمر فئه اللاعبين وفئه اللاعبين المحترفين وفئه الهواة او كبار السن. فئه اللاعبين المحترفين ضروري لهم التقويه قبل وبعد العمليه. وفئه الهواة والكبار بالسن أه التقويه جدا رئيسيه حق ثبات الركبه. لأنه ممكن إذا حالته كانت ركبته كانت مستقرة مع العلاج الطبيعي ما راح تحتاج حق تدخل جراحي. أه طبعا الفئة المحترفين إذا احتجنا نسوي لهم عملية، العملية راح تكون عن طريق المنظار أه نسويها بشيخان الفارسي. العملية تقريباً ساعة ونص تاخذ وقت. أه عملية جد سهلة مو صعبة بصراحة، عادةً إن شاء الله ما فيها مشاكل. ولكن بعد العمليه واهم شيء الاعتماد على العلاج الطبيعي لان العمليه اذا ما ما يتبع علاج طبيعي مستمر وتمارين مستمره ويمشي على نصائح الدكتور العمليه جدا راح تطلع فاشله طبعا المريض او اول اذا بس عنده رباط صليبي امامي يقدر يمشي على عكازات اول اسبوعين بسبه العوار وبعدها يقطع العكازات ويمشي يكمل على العلاج الطبيعي بعد العلاج الطبيعي ل فتره يمكن خمسة اشهر اللاعب يقدر يركض بشكل مستقيم بس ويبتعد عن الـ الـ اللي هو الركض الجانبي. عقب هالفتره الى فتره تسع شهور الى عشر شهور المريض يقدر يبلش تمارين خاصه حق عياده تاهيل حق اللاعبين اللي هي الركض بشكل منحني ولكن هذه تكون تدريجيا مع العلاج الطبيعي وهو يحددها. وعاده عندنا اللاعبين يردون حق الملاعب فترة عقب عشرة أشهر أو 12 شهر كل لاعب على حسب قدرته وعادة تأهيله أه بشكل عام الشغلات اللي تخلي الواحد يقول أنه هو مستعد يرد الملاعب الحركة الكاملة قوة العضلة لازم تكون نفس الريل الثانية وطبعا ثبات الركبة مع التأهيل الرياضي أه طبعا التدخل الجراحي مو محبذ بكل حالات رباط قطع في رباط الصليبي أه مثل من هو هالحالات اللي مثل ما ذكرناهم اللاعبين الهواة اللي ما يلعبون نادي المحترفين، الحالات الناس الكبار بالعمر اللي بس يعني يبي يسوي ديلي اكتيفيتي الشغل اللي هو بالبيت يروح ويرد ما عنده اي رياضه او ممارسه او شغل شاق عشان يسويه. أه بهالحالات احنا نعتمد اكثر شيء على العلاج الطبيعي لتقويه العضلات عشان الركبه تكون ثابته. طبعا احنا شغلنا بشيخان الفارسي ان آه نشوف المريض، نشوف شنو الشكوى اللي يشتكي منها ونحاول نعالجها ونخففها عليه. وطبيعه عملنا ان نشخص الحالات، ما هو كل حاله تي عندنا على طول ندخلها جراحه. فالشيء الرئيسي هو شكوى المريض ونحاول نقللها ونعالجها. مركز شيخان الفارسي في دكاتره كوادر طبيه على اعلى مستوى مستعدين يستقبلون كل الحالات، احنا هني بالكويت عندنا تقريبا اكثر من 500 حاله رباط صليبي نسويها بالسنه. وهذا رقم عالي عالميا وطبعا احنا مستعدين نستقبل كل الحالات اللي تحول علينا من المستوصف او من المستشفيات الثانيه. حياكم الله معنا مجددا بعد ما سمعنا الدكتور محمد جواد جمشير اختصاصي جراحه الركبه في مركز شيخان الفارسي للماتزم والطب الرياضي واللي تكلم بشكل قد لا يكون مفصل لان احنا هذا مو برنامج اكاديمي ولكن تكلم بما يحاول ان ينفع فيه الناس عن موضوع الاجراءات الطبيه والجراحيه التي يقومون فيها في مركز شيخان الفارسي للروماتيزم والطب الجراحي والطب الرياضي التي يقومون فيها للتعامل مع مثل هذه الحالات. لكن يجب ان نعرف حقيقه ان الطب الرياضي شانه شان اي تخصص طبي اخر. انتهى هذا العهد الذي يمكن من خلاله ان يكون الامر كله بيد شخص واحد داخل الفريق الطبي الان العالم كله يتجه الى ما يرى بالعمل الجماعي او عمل الفريق الواحد ولذلك جميع التخصصات لها اهميتها جميع التخصصات لها قيمتها بما يحقق خدمه المريض وهذا هو الاصل ان احنا نقوم بتطوير الاجراءات نقوم بتطوير الفكره نقوم بتطوير المبدا نقوم بتطوير حتى تفكيرنا بما يحقق مصلحه المريض. ونتذكر دائما ان اصابه رباط الصليبي كما تكلم عنها الدكتور محمد جواد جبشير اختصاصي جراحه الركبه في مركز شيخان الفارسي للروماتيزم والطب الرياضي انها اصابه قد تلحق ببعض الناس الغير مختصين في الرياضه. واذا لحقت بشخص رياضي فاننا جميعا يجب ان نعمل بما يخدم مصلحة المريض لأن مصلحة المريض في هذه الحالة راح تنعكس على فريق كامل ينتمي إليه المريض الفكرة هو أن مثل ما أكدنا على أهمية الخصات لا يمكن للطب الرياضي أن يستمر أو أن تقوم له قائمة بدون تكامل الفرص وتكامل الأدوار وتكامل الأداء وبالذات فيما يتعلق في مهنة العلاج الطبيعي حيث أن العلاج الطبيعي كمهنة ضروريه واساسيه في هذا الامر وفي هذه الاصابه تحديدا يقوم اختصاصي العلاج الطبيعي بعد تحويل المريض اليه بلقاء المريض قبل العمليه وبعد العمليه عن هذا الامر وليش وشنو الفكره وشنو الفائده يكلمنا دكتور ياسر عيسى اشكناني اختصاصي اول في العلاج الطبيعي في مستشفى الرازي قسم الرجال يملك من الخبرة يملك من الكفاءة ومن الحصافة ما يستطيع أنه يوضح لنا الفكرة والدكتور ياسر يضاف إلى سلسلة الكفاءات الوطنية التي نسعى نحن من خلال هذا البرنامج إلى أن نحن نقابلها ونستحصل على المعلومات المطلوبة منها في الحلقات القادمة وفي الحلقات السابقة خلينا نشوف الدكتور ياسر عيسى اشكناني اختصاصي اول علاج طبيعي في مستشفى الرازي شنو يقول لنا عن اصابه الرباط الصليبي الامامي في الركبه تعتبر عمليات الرباط الصليبي من العمليات المهمه والرئيسيه خصوصا بالاشخاص الرياضيين وعندنا احنا بمستشفى الرازي الاعداد اللي تسويها العمليه او اللي محتاجه لها النوعية من العمليه بازدياد طبعا ومع اختلاف البروسيجر او طريقه عمل العمليه طبعا احنا وصلنا لاخر المراحل المتقدمه طبعا احنا ككادر او كفنيين او اخصائيين علاج طبيعي موجودين بالمستشفى في عندنا اللي هو مثل ما نقول نمشي على بروتوكول عالمي أه معتمد في في جميع دول العالم أه ممكن ان المريض اذا ما كمل عندنا او لظروف ما سافر او حاول يغير المكان فهو المكان اللي رايح له راح يكون ماشي على بروتوكول ثابت هو راح يغير هو راح يكمل على الـ على, الـ على البروتوكول العلاجي اللي احنا أه يعني ماشيين عليه واحنا طبعا كواليفايد فيزيوثيرابي اللي هو يعني خلينا نقول معتمدين اخصائيين طبيعي معتمدين نظامنا يعني نواكب النظام العالمي من من خلال وضع بروتوكولات العلاجيه لهذه الحالات. لما نتكلم عن عمليه الرباط الصليبي طبعا هي فيها شقين. فيها شق قبل العمليه وشق بعد العمليه طبعا المريض تحول لنا من جراح العظام المتخصص بعياده السبورت نقول الرياضيين تمام أه قبل العمليه عشان نحاول نهيئ المريض من خلال تقويه العضلات اللي دور مدور او حوالين المفصل لمفصل الركبه ومن خلال الحصول على مدى حركي مناسب حقه بعد العمليه ونفس الوقت يكون عندهم هو في عندهم اعراض يشتكون منها منها الام منها تورمات في الركبة احنا نحاول كل هذا نتلافاه ونبين لهم البروتوكول اللي بعد العمليه عشان يكونون هم مستعدين لل يعني للاشياء اللي هم راح راح يمرون فيها. بعد العملية طبعا هو احنا علاقتنا بالجراحين علاقة دايركت يعني هو يعني يحرصون ان المريض من بعد غرفة العمليات لما يخلص العملية ويخلص من الافاقة يدز لنا الريكوست اللي هو التحويل ان احنا نروح نشوف المريض بعد العملية مباشرة. طبعا البروتوكول العلاجي ينقسم لعدة اقسام على حسب الاسابيع يعني هو يتم تقريبا بالمستشفى من اه خلينا نقول من اول يوم لاربع خمسة ايام. وبعدين يطلع واحنا عشان لا ياخذ مواعيد وتاخر عن يعني تاخر البرنامج فاحنا نقبله دايركت عندنا بالقسم ونكمل على اللي مشينا في بالجناح لما يكون المريض بالجناح طبعا يكون تكون عندنا احنا اربع اشياء رئيسيه رئيسيه نحافظ عليها منها تقليل التورم اللي راح يكون بعد بعد العمليه زياده مدى الحركه لدرجه معينه اللي هو 90 درجه يعني من صفر ل 90 من خلال اول اسبوع نخليه أه يحاول يتحرك يمشي بالعكازه أه يعتمد طبعا في بروتوكولات معينه يعتمد اذا يدوس عليها ولا ما يدوس عليها هذا يختلف على حسب الحاله تمام وبعدين أه نكون معاه احنا لما يصير يعني يقدر يعتمد على نفسه بالحركه والمشي بالعكازه بعدين راح يطلع برا المستشفى وراح يكون على تواصل مع جراح العظام من خلال العياده والمواعيد ومعانا احنا طبعا البروتوكول مثل ما قلت لكم من صفر لاسبوعين راح نكون احنا نحافظ على مدى حركه معينه على على قوه عضله معينه نحاول نقوي العضلات اللي حوالين المفصل العضله الاماميه والعضله الخلفيه والاربطه الجانبيه ثاني شيء احنا بعد الاسبوعين هذا نحاول نسوي مثل بروجريشن يعني تطور للمريض تطور للتمارين على حسب حاله المريض الصحيه وعلى حسب استجابة المريض معانا من بعد خروج المريض بالمستشفى راح تابع معانا البروتوكول العلاجي وطبعا هو قسم من يعني كذا قسم ومع تطور البروتوكولات العلاجية صار خصوصا للرياضيين يكون المريض يقدر يرجع إلى ممارسة الرياضة اللي هو يعني اللي هو يمارسها في خلال ستة أشهر مقسومة من خلال أول أسبوعين طبعا وبعدين من أسبوعين إلى ست أسابيع نتابع تطور الحالة ومدى الحركة بالنسبة لمدى الحركة اللي وصلنا له لقوة العضلة للتورم الموجود في في مفصل الركبة وبعدين من الست أسابيع لعشر أسابيع تقريبا نفس الشيء از بروجريشن يعني اللي هو تقريبا تطور الاوزان او زياده الاحمال منها تقويه العضلات وطبعا تركيزنا خصوصا بالرباط الصليبي يكون على العضله الخلفيه للركبه اكثر من الاماميه بنسبه 2 الى1 لان هي وظيفتها تحاول تساند الرباط الصليبي بالوظيفة اللي هو يؤديها وبعدين من من عشر أسابيع تقريبا إلى ستة عشر أسبوع نحاول إحنا نكمل على نفس البرنامج وطبعا كرياضيين اللي من بعد ستة أسبوع إذا يعني راح يكون عنده مدى الحركة كامل التورمات ما راح يكون موجودة قوة العضلة تسمح له إنه يمارس رياضة مشي أو هرولة بسيطة تمام من 16 اسبوع ل 24 يكون اوريدي هو جاهز انه يدش الملعب بس لازم ياخذ ال يدش مع تخصص اللي هو الفيزيكال ترينر هو اللي راح يخليه يساعده يعني كممارسه الرياضه اللي هو يؤديها. احنا في مستشفى الرازي قسم العلاج الطبيعي نقدم الاستشارات والبروتوكولات العلاجيه لكافه المرضى المتعلقه باصابه الرباط الصليبي طبعا احنا كمستشفى تخصصي معظم عمليات بالكويت تقام في هذا المستشفى فاحنا على علم ودرايه وكفاءات وطنيه موجوده شاملة لجميع جميع الحالات المتعلقة وجميع البروتوكولات العلاجية الخاصة بهذا النوع من من الإصابات ونحن طبعا على استعداد لتقديم الاستشارات الطبية اللازمة كعلاج طبيعي لهذه النوعية من الحالات سواء قبل العمليات أو بعد العمليات وكذلك للوقايه و للوقايه من هذا النوع من من الاصابات اللي احنا طبعا ما نتمناها أن تكون موجوده يعني لاي واحد بس عشان تكون وطبعا احنا نقدم بروشورات يعني ككتيبات توعيه للمرضى عشان طبعا نتجنب الاصابات هذه وعشان اللي سووا العمليه يكون على علم بما سيحدث بعد العمليه وما هي تطورات من ناحيه العلاج الطبيعي. يا هلا ومرحبا فيكم مجددا اعزائي المشاهدين واحنا عايدين الان من الفقره اللي تكلم فيها زميلنا دكتور ياسر عيسى أشكناني اختصاصي أول في العلاج الطبيعي في مستشفى الرازي قسم العلاج الطبيعي رجال دكتور ياسر تكلم عن الـ 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 الإجراء طريقة الإجراء ما يتم في العلاج الطبيعي وما يمكن أن يتم القيام فيه والعمل فيه والإجراءات التي تتطلب لكن إحنا حقيقة نحتاج بداية نحتاج ان احنا نشوف هذا الشيء عملي. وثانيا نحتاج ان احنا نطلعكم من جو مركز شيخان الفارسي للروماتيزم والطب الرياضي لان نروح الى مركز اخر أسسة الدوله اللي ما قصرت حقيقه في تاسيس المراكز والمستشفيات للقيام بمختلف التخصصات. قد لا يكون الامر بالكمال الذي نتطلع إليه ولكنه في الطريق إلى الكمال إن شاء الله سبحانه وتعالى طالما أن هذه المراكز وهذه المستشفيات مليئة في الكوادر الوطنية المؤهلة المدربة المتعلمة والحاصلة على كل ما يمكن من شهادات علمية لخدمة المريض إحنا نطلع من مركز شيخان الفارسي ونروح إلى مركز الطب الرياضي التابع للهيئة العامة للرياضة حيث أن هذا المركز المؤسس والمجهز خصيصا للرياضيين يتعامل ايضا مع مثل هذه الحاله وهو مركز مليء ما شاء الله بالكوادر الوطنيه من ابناء وبنات البلد ذوي الكفاءات والشهادات العلميه، لقاءنا اليوم راح يكون مع الدكتور يوسف فريد الصالح ممارس العلاج الطبيعي في مركز الطب الرياضي راح يكون لقائنا معاه بشكل مباشر ونتعرض معه الى ما يقوم فيه مع احد مرضاه خلنا نشوف شو يقول الشيء اللي ميزنا هنا احنا بالطب الرياضي غير عن اي مركز علاجي ثاني ان احنا نوفر العلاج حق الرياضيين بالذات، طريقه العلاج تمشي عندنا من ان الرياضي يجيب تحويله من النادي اللي هو يتمرن فيه اذا كان نادي مثلا نادي المنطقه او نادي معين رايح للاعب تحوشه اصابه بعيد الشر ويجينا هنا عن طريق التحويل، طبعا يدش على دكتور مقيم يحوله الحالة وبعدين انا من هنا استلم الحاله. عاده الحالات كلها اللي قاعد تمر علينا او 52 ل 85% من الحالات اللي قاعد نشوفها اللي هي الرباط الصليبي، الرباط الصليبي قاعد يصيب اغلبيه لاعبين كره القدم وهذه اللعبه المشهوره عندنا هنا بالكويت، فلازم نحرص على العلاج والفولو اب حق المراجع اللي هي عندنا. كون المراجع اللي قدامي لاعب، فلازم اعطيه تمارين غير طبيعيه اللي اعطيها حق واحد مثلا حياته يسمونها سيدنتري او ان حياته اقل حركه من اللاعبين. من مثل المراجع اللي شفناه عندنا ما شاء الله واصل اخر مرحله من العلاج، احنا لما نقول اخر مرحله من العلاج احنا نتكلم انه واصل مرحله انه هو يقدر يكمل حياته برا المركز، احنا اسسناه بطريقه انه يروح نادي صحي ويتمرن ويقوي العضلات. اول مشكله في عمليات رباط الصليبي هي وهذا اثبت علميا ان اي عمليه رباط صليبي ما يلحقها علاج طبيعي ولا كان الدكتور سوى اي شيء بالعمليه. بهالطريقة احنا ناخذ المريض على طول من اول ما يطلع من العملية بعيد الشر خلال يومين ندخله علاج طبيعي بالحالة اللي شفتوها هو واصل اخر مرحلة من العلاج طبعا هذه اخر مرحلة تقدر تكون من الاسبان من اربعة اشهر ل ستة اشهر المريض هذا اللي كان عندي تقريبا صار لنا احنا ستة اشهر قاعد نعالج معه ووصل اخر مرحلة بالعلاج فمن من التمارين اللي شفتوها هي التمارين اللي احنا نحاول نأسس العضلة اساس تشيل جسمه كله اغلبيه التمارين اللي كنت أعطيه اياه السكواتنج، السكواتنج عباره عن ان احنا ننزل على جسمنا كله بريلنا ونقوم من أخر من من حركه اللي تاخذنا من اقصى الجسم وتاخذ عضلات الريل من فوق لتحت كلها تاسسها وتشغلها معنا المريض ما شاء الله شغله وايد حلو والمريض بلش في انه كان ما يقدر يسوي وحده والحين عقب فتره زمنيه ان شاء الله قدر يسوي فوق العشره وفوق العشرين طقه. بلشنا اول شيء بتسخين وهذا التسخين ضروري حق اللاعب او حق اي مراجع ثاني لان تعطي المفصل تنبيه ان احنا ترى بنشغلك الحين والله عاد المفصل الاساسي هي نفسه ونبلش العلاج عاده العلاج صراحه وانا اتكلم عن امر شخصي العلاج يكون بالنسبه حقي شوي دفش او شوي ثقيل اذا تساهلنا بالعلاج ماكو فايده، لازم شوي نكسر حاجز الخوف، لازم شوي نكسر حاجز انه لا والله ما اقدر، لا تقدر، لما المريض اقول له في اشياء معينه عندنا لسته معينه ولازم احنا نطبقها. وفي حافز نعطيه حق المراجع، صراحه المراجع احنا نبي نبي نسوي جو فريحي، نبي نسوي جو حلو مع المراجع، بالنهايه انا قاعد اقضي ساعه ساعتين معاه باليوم فرح نبني علاقه وايد حلوه، علاقه طبعا جدا محترمه وعلاقه تخلي المراجع انه يثق فيني كاختصاصي او كدكتور. مع المراجع كنا نضحك ونلعب بنفس الوقت احنا قاعدين ناسس معاه ونشق عضلاته. وصل مرحله انه هو يقدر استغلالي ويقدر يسوي التمارين كلها بنفسه ينزل بوزنه كله ويشيل وزنه كله، فهذه اشياء كلها انا اشارات تاشر لي الا والله هو جاهز انه يروح النادي. اخر تمرين ممكن اللي شفتوه اللي هو واقف واحذف عليه الكره، غير انه هو التمرين يونس بنفس الوقت احنا قاعدين نأسس التوازن، في وايد ناس ينسون ان التوازن له شغل. آآ آآ كبير في لا علاقة كبيرة في العلاج التوازن من أساسيات العلاج إحنا هذا أشياء نركز عليها منها الـ الـ الناحية الفيزيولوجية أو العضلية ومنها من الناحية السيكولوجية أساس نريح المريض بنفس الوقت في أرقام أنا أسجلها تقريبا عقب كل جلسة والله المريض اليوم قدر يسوي لي عشر طقات هذه أراويها يا وقارنها بأسبوع الجاي أسبوع الجاي قدر يسوي لي عشرين مرات الشخص لما يقول لي انا ما تحسنت خاصه ان الفتره الزمنيه طويله يعني احنا قاعد نعالج صار لنا فوق الاشهر فمرات يقول لي انا حاسس اني مو متحسن اقول له لا شوف ارقامك ارقامك تدل ان انت مو بس متحسن ما شاء الله انت تطورت بطريقه وايد حلوه هذه كلها اشياء احنا طبعا مع الخبره تعلمنا عليها وهذه كلها اشياء احنا مني بالطب الرياضي قاعد نحاول نركز عليها ونجيدها احسن من كذي بهالطريقه احنا نقدر نأمن أن, ان المريض بحاله معينه ويطلع من عندنا بابتسامه وبحاله جدا افضل واصح بالنسبه حقنا اعزائي المشاهدين رجعنا لكم مره ثانيه واحنا بصدد ختام لهذه الحلقه اللي تعرضنا فيها الى اصابه الرباط الصليبي الامامي قابلنا مجموعه من اهل الاختصاص من ابناء البلد اللي ممكن أن يتم تصنيفهم كخبراء وإن كانوا شباب لكن إن شاء الله المستقبل قدامهم والحقيقة لما أنا أسمع لهؤلاء الشباب وأسمع لهؤلاء لهذه الكفاءات الوطنية وهي تتحدث بهذه الثقة وبهذا الاقتدار وبلسان الخبرة يخليني أطمئن إلى أن باشر أفضل نعم اليوم جيد وجميل ولكن باشر أفضل قابلنا اليوم دكتور محمد جواد جمشير اختصاصي جراحة الركبة في مركز شيخان الفارسي للروماتيزم والطب الرياضي وعقبنا ذلك بلقائنا مع الدكتور ياسر عيسى اشكناني اختصاصي أول في العلاج الطبيعي في قسم العلاج الطبيعي الرجال في مستشفى الرازي وختمنا بعيدا عن وزارة الصحة تجهنا إلى هي العامه الرياضة وتحديدا في مركز الطب الرياضي مع الدكتور يوسف فريد الصالح ممارس العلاج الطبيعي واللي اعطانا نبذه او نماذج عن ماهيه التمارين التي ياخذها المريض في المرحله الاخيره او قبل الاخيره من تاهيله انا اتمنى تكونوا جميعا بعيدين عن الاصابه واتمنى ان ينخفض معدل الاصابه وان يزداد الوعي وهذا البرنامج احد البرامج الهادفه الى زياده الوعي في تجنب الاصابه حتى التقي معكم في حلقه قادمه وفي موضوع جديد اتمنى لكم ان شاء الله كل صحه وعافيه في امان الله